إذا قيل لك ما حكم وضع المصحف أو الأذكار في السيارة من أجل أن يصرف عني الشر أو يدفع عني الحوادث، وكذلك وضع المصحف في البيت وكذلك الأذكار، فقل وضعها لهذا الغرض من التمائم، ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأذكار. والدليل أن ابن مسعود رضي الله عنه كما قال النخعي يحدث قال: كان أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وما جاء عند الترمذي من أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يعلق على أولاده شيئا من ذلك فليس بحديث وليس بأثر ثابت، وقد عارضه ابن مسعود رضي الله عنه. والدليل مع ابن مسعود لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد: إن الرقى والتمائم عمم من القرآن أو من غير القرآن، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولربما أفضى به في عاقبة أمره أن يضع غير القرآن. لكن لو وضع القرآن في سيارته من أجل أنه متى ما سنحت له فرصة أن يقرأ فيه هذا لا بأس به، بل يمدح ويثنى عليه. لكن وضع المصحف لهذا الغرض لدفع الضر أو لحفظه من الحوادث أو لحفظ البيت من الشر بمجرد وضعه هكذا فإنه من التمائم التي لا تجوز في شرع الله عز وجل.